السابق كنشوفوها نفس الشيء بالنور. اييه داخل تبارك الله عليك. اييه كنقولوا امراه وقاده. اييه اييه حيت ولدي مثلا كيصالم كنبغيش ندير الصالة هذا شوي. كيفاش داير السوق هذا اللي بالها؟ خليها كيفاش داير السوق؟ والله يجعل البركه، الله يجعل البركه للشاري، والله يجعل البركه للبيع، الله يجعل البركه للشاري، الله يجعل البركه للبيع. اللي بيع ما ضيع واللي شاري ما ضيع. 35 هذا بالنسبه لك دابا تسكي امراه داخل السوق. اييه كيفاش كتجي؟ ديما كندخل للسوق انا داخله للسوق بنت 24 عام. تبارك الله. شحال من عام دابا؟ عندي دابا 60 عام. 60 عام يعني بحال النص ديال عمرك في الرحبه. في الرحبه. اييه 20. اييه كيفاش كتعاملي مع الناس وخصوصا كتعاملي مع الرجاله؟ اولياء الاولاد الصغار وبقيت كنكافح عليهم. بقيت كنكافح عليهم، انا اللي كنكافح. واخا كبروا، واخا كبروا بقيت كنكافح عليهم. كنت عرضي المشاكل مع الرجال؟ ايوا تو حاجه. نهار ثلاثة واحد بغى يقلع علينا الخرفان. بغى يقلع لك الخرفان؟ اييه. خرجتي فيه طول وعرض؟ نعم. اش درتي معاه؟ اش درتي معاه؟ درت معاه القانون، الخليفة. كيتحكم فينا الخليفة يعطينا القانون ديالنا، الله يخلي لينا سيدنا. سيدنا داير لينا اللي يتحكم فينا. سيدنا داير لينا. الحمد لله. اش بغيتي تقولي للمرأة المغربية في هذا العيد هذا؟ تعيش. عطينا 35 ويطول العمر ديالها وتولي وتولي بقى 10 أيام مع الرجال. قلت لك راني عشت في الرحبة بنت 24 عام. وأنا داخلة الرحبة. نوض في الفجر ونقول الدراري دابا ما كانوش بغاو ما نخليهمش يرقدوا. الدراري واخا كبروا ما كنخليهمش يرقدوا. كتجي تدخل السوق؟ نعم. شنو السوق اللي كديري؟ هاد السوق سيدي بنور اللي كنجيب ليها ديال فلاحتي، ما كنبيعش نشري. كنجيب لي البهايم ديال داري. نجيب البقرات، نجيب العجوله، نجيب الخرفان، نجيب اي حاجه.